اهلا بيكم في حديث القاهره. انا مش هقدر ما اقولكوش السر. بدات احضر للحلقه واتفرج اكتر على ضيفتي في الحلقه دي اللي هتقدم لنا الفقره دي. انا بدات بفيديو وخير، اللهم اجعله خير، وصلوا بيا لكل الفيديوهات اللي موجوده على الانترنت عليها اسم ريم العقاد. قد كده هي حاله بصراحه، يعني ازاي بتقدر تقدم المحتوى ده بشكل للدرجه دي قريب للقلوب ويخلينا نضحك من قلبنا في موضوعات صعبه بنعيشها؟ ما اعرفش. بس النهارده حكاية المدارس وبقي من الزمن 3 أيام بس، لا تخافوا ولكن احذروا، بصوت الدكتورة ريم العقاد. منورانا يا ريم. ميرسي، شكرا، ربنا يخليك. ما تخافوش ولكن احذروا، ده تطمين ولا ده؟ يعني لا، ده طبعا ده رعب، مش هتقومي تطمنوا. تطمن على ايه؟ طبعا ده كان زمان ايام اهالينا بقى وكده، العيال دخلت المدرسه وكده. لا لا، الدنيا صعبه قوي. بس يعني احنا بنعدي اول عاصفه واول مجموعه فلوس بتندفع واول كده، وبعدين بنبدا نهدى شويه ونتجنن بقى على الامتحانات. ان شاء الله. لا، ومع اول امتحانات الشهر بالظبط. يعني ايوه ميد ترمات بقى وكده، نبدا نشوف بقى الدنيا. يعني انا اعتقد ان الياس اول يوم يبدا الدراسه كان امبارح. ايوه، الف مبروك يا حبيبي، بدا لك الشخص الثالث. ما انا بقول لهم اخيرا ريم على الاسفلت، لان أيوة. الياس في المدرسه. انا بقول لك الثالث، يعني ربنا معاك، انا هدعي لك الحقيقه. هو واحد ويا دوب عديت بيه ريم. لا صعب. انا في انتظار ومتشوقه اعرف المدارس هتقدمي لنا ازاي النهارده. ما تخافوش ولكن احذر. نبتدي. انا ما بسميش دي سبلايز، يعني السبلايز دي انا ما بسميهاش سبلايز، بسميها جهاز العروسين. ما عادتش زمان، يعني احنا زمان كان بالنسبه لنا بنجيب جلاد، بنجيب الاستيكه والقلم والمش عارفه ايه، ونجلد ده اخضر وده احمر وشكرا بعد ما بنروح اول يوم. لا، دول من قبلها بشهر بيبداوا يبعتوا لسته طويله جدا، يعني لسته. والفكره احنا مش فاهمين فيها حاجه، يعني احنا عندنا مشكله بقى اكبر من ده، ان انا مش عارفه اقرا. يعني انا نفسي والله ساعدتكم والله بجد، ابقى يعني امنيتي، بس انا مش فاهماها. وايشي ما اعرفش فايل شكله ايه وفايل ايه. طب ليه يا حبيبتي الحاجات دي كلها؟ وفي الاخر، في الاخر اصلا يعني اللي انا اكتشفته بعد كده، ان احنا بنحط كل الحاجات دي في بوكس كبير قوي في المدرسه كلها لكل الطلبه. يعني انت مش فارقه، انت جبتي مثلا ماركه معينه غاليه والطفل تاني جاب حاجه رخيصه، لا مش مهم خالص. ولازم نروح طبعا واخدين الباسكت الكبير ده، ما ينفعش في كيس بلاستيك، الا يقولوا علينا حاجه، ما يصحش. هيقول ما ينفعش، شخصي مش يعني لا يجوز. لازم بقى لازم تاخدي معاكي الحل، عارفه الكروانه بتاعت زمان، هي زفه. انا اصلا لما خدتهم قلت لهم انا هاخد اخواته وبابا كل العيله، احنا هنروح نزفه، لان طبعا يعني مش معقول وشايلين اكياس اكياس وتروح انك تفتحها وتبص تيك تقول لك ناقصه. اقول لها مش ناقصه، ناقصه مش كميه. اقول لها طب بصي فيها، لا ناقصه مش عارفه فايل. حافظين يا حبايبي ما شاء الله، انا بحسدهم، يعني بقعد اسقف لهم واحسدهم ان هم حافظين كل ده اصلا. زمان كانت الدنيا اسهل بكتير. انا ما اعرفش مين اللي اخترع السبلايز ده، انا عايزاه. يعني اول مدرسه اخترعت السبلايز دي بجد انا نفسي فيها. الحاجات بقى الغريبه جدا 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 فيها ادوات النظافه الشخصيه، صابون، وايبس، مناديل. طب يعني انتوا بتاخدوا بالذات في المدارس الخاصه بتاخدوا فلوس كتير قوي، طب ما تجيبوا الحاجات دي. يعني هتفرق في ايه لما تجيبي مثلا مناديل سحب، مناديل تويلت؟ لا، وترجعك وتقول لك انت ما جبتيهاش واحراج، لا انا عايزينها. طب يا جماعه يعني احنا بنتكسف، اللي هو طب هنجيبها ليه؟ طب ما انت موجوده. اخترعوا كميه حاجات مش طبيعيه من كل ده. طبعا الدرس اللي انا احب اقوله لهم ان مش كل حاجه بنستعملها على فكره، ده بجد حقيقي. يعني احنا بنجيب كل حاجه وبنكتشف في اخر السنه ان اكتر من نص الحاجات ما استعملناهاش. بيرجعوها لكم؟ لا ما بيرجعوش طبعا حاجه خلاص، شكرا، هو كلها في الباسكت الكبير وشكرا، فما بيرجعوش حاجه فعلا. فاللي هو يعني ما استغليش قوي حبيبتي وانت بتشتري، اللي هو طبعا عارفه بيبقى اول طفل بقى وفرحه وهجيب له الماركه الفلانيه. حبيبتي كله بيتحط على بعضه يا ماما، تلاقيه في الاخر ماسك قلم بربع جنيه. فمش حطي اي حاجه في المدرسه، يبقى دلعي عندك في البيت، واي حاجه في المدرسه بقى سيبيه يتفاعل مع نفسه يعني. فربنا يحمينا حقيقي. السبلايز واللي اخترعوا عايزين والريم العقاد ارجوكم. اللي بعده. طبعا بما اننا جبنا جهاز العروسين فاحنا لازم طبعا الصباحيه. مبروك. الناس بتقعد تحضر، انا اكتشفت كده، يعني حتى كنت عملت لهم فيديو قبل كده، قلت لهم حبيبتي هو يعني كيس بلاستيك حت لقمه جبنه وحته ليه بنافور اصلا اوفر؟ تقول لك لا، لازم عشان يفكر كويس ياخد التوست محطوط عليه معمول بالشكل الفلاني ومعمول ما اعرفش ايه، ونحط فراخ. شفت واحده عامله فراخ وصوص بيستو الصبح ومحمره له في الزبده؟ طب حبيبتي هيتغدى ايه يا ماما لما احنا هاكله ربع فرخه الصبح؟ هيرجع لي يتغدى ايه؟ هغديه ايه لما يتغسل؟ هو في حد بيفطر ربع فرخه؟ يعني هو نازل الصبح يعني هعمل ايه؟
طبعا. ولازم ايه تخبزي مخبوزات، في بقى نعمل لهم حاجات هيلثي في البيت. انا اخبز مش فاضيه، انا بصحى اصلا مش شايفه قدامي. انت بتصحي عندك الطاقه ده، انا بحسدك حقيقي يعني. انا ببص لها اقول لها يعني انا فخوره بيكي على فكره، يعني يا ريت بتعملي نفسي كان نفسي والله. مشكله ان الولاد بتبص لبعض يعني. انا اكتر حاجه دي حاجه فعلا بقى انا عايزه اتكلم فيها، ان انت لما تعملي، الناس بقت ظروفها على فكره ما عادتش كلنا زي الاول، حتى اللي في مدارس خاصه. فانت لما تعملي كذا وكذا وكذا وتبعتي كذا وكذا وكذا مع اولادك، طيب ما في ولاد تانية على فكره بجد بتبص وبتتضايق، اهاليها مش قادره تبعت غير مثلا ساندوتش، غير بسكوته صغيره، غير حاجه، او ده يدوب مع المصاريف الفظيعه. فانت كده مش بتحملي، ما تاكلي في بيتك يا ماما ترجعي. لو ما اكلش ربع الفرخه استوت لك ستيك، شويه مكرونه ليه؟ مكرونه يعني مش كده. فين الكانتين بتاعنا بقى بتاع زمان؟ يعني فين الكانتين؟ فين الكانتين ده اللي بيبيع الشيبسي والعصير البسكوت الباتيه الحاجات الخفيفه دي؟ لا ما عادش موجود. الكانتين تبقى غدا. يعني تروح تتغدي تحط لك طبق غدا. طب ما هو راجع الساعه 2 ومش مهاجر. طب انا ما عنديش مشكله، هنبعت ماما الحاجات دي، رجعوه 7 رجعوه 8 يرجع. موافقه يلا طبعا جدا، يروح كده يعمل الهوم ورك هناك ويظبط ويرجع لي ان شاء الله. لو جه قبل 7 مش هرجعه لكم تاني. طالما هيفطر فراخ يرجع 7، هيفطر جبنه يرجع عادي 2 على راسي. موافقه مفيش مشكله. بس فهم فعلا هم سندوتشين جاتو، سندوتشين بسطرمه وحته جاتو خلاص شكرا يعني. لا ده عالم تاني خالص بقى يعني. جروبات الماميز دي عالم هم اصلا يعني 2 في الماميز اللي هم بتوع المدرسه اللي بقوا حبايبي، عندهم حماس غير عادي اقسم بالله من قبل المدرسه ما تبدا. يعني انا في مره اولادي كانوا في جريد 2 ثانيه ابتدائي، ولحد الفجر انا صاحيه على تن 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 تن، هيعملوا ايه؟ عندهم كويز الصبح، مش عارفه ما ذاكروش، ده انا سهرانه بذاكر لحد الفجر. وانا مقصره ولا ايه؟ يعني انا سايبه التليفون بحكم شغلي، فانا سايباه مفتوح مش بقفله، فمش قافله صوته. فانا هو في حاجه؟ قمت ابص جبت البيت، تعالى يا بت عندكم امتحان بكره؟ قالت لي اه. يوه يا مامي نسيت. قلت لها حبيبتي عايزه تذاكري؟ قالت لا. قلت لها خلاص يا حبيبتي ميرسي كتير، خشي نامي خلاص. مجهود طفله في ثانيه ابتدائي، طفله في ثانيه ابتدائي خلاص. دي لا دول متوترين. وفجاه بقى انا خلاص قلت هسكت. انا ده كان اول فيديو على فكره عملته عليهم، مش هتكلم. لقيت واحده ثانيه صاحيه، لقيت بتقول لك ايه يا جماعه هو هيخش في درجات اخر السنه؟ قلت لها ما يخش يا اختي، ما يخش يا اختي ما شاء الله ما دخل، ما يخش في امتحان درجات اخر السنه ولا ايه فرقه معاكي في ايه اصلا؟ ده في ثانيه ابتدائي على فكره مش ثانيه ثانوي. غير بقى الـ 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 طبعا ايه اللي هم بيتكلي على السين بقى، مامة الياس. فانا عارف ان هو عمل حاجه، اول ما تلاقيها بتتكلي كده اهرب بقى، عايزه اخلع انا بقى من الحوار ده خالص. انا مش في الجروب يا جماعه. انا غيرت اسمي. دوروا بقى عليكي لو سمحتي. ابنك النهارده او بنتك النهارده قالت لبنتي بخ. قلت لها خلاص المره الجايه تقول لها ناو يعني. لا ومش ممكن، هم عندهم حماس فعلا. بس على فكره هو ده مش عشان الطفل الثالث، انا الحمد لله انا فاقده الحماس ده من الاطفال. لا انت في الاول انا شايفه اصل يعني انتوا جو في هم زعلانين بجد على فكره، اللي هم متاثرين. غير طبعا ان هو ما بقاش جروب واحد. طبعا لازم يطلع في واحده يعني عارفه اللي هو ايه بتوشي المدرسه، هما بيفضفضوا بيتكلموا عن حاجه غلط بتاع، تلاقي واحده تبقى بتتكلم، يعملوا جروب من غيرها، وبعدين واحده تضايقهم في حاجه او ابنها مستفز، يعملوا جروب من غيرها، فتلاقي جروب من جروب من جروب من جروب بيصفصف في الاخر على 4 5 6 اللي هم عارفين كل الدهاليز بتاعت الحوارات وراكلين بقى الجروبات التانية، وهم اللي بيخرجوا مع بعض. مركزين بقى. والماميز بقى يعني هم حاجه جوه الجروب وحاجه في الخروجات، بيخرجوا بقى. بس تبقى خروجات بقى لذيذة بتاعت الصبح دي، كل واحدة توصل ابنها وتخرج الصبح بقى تفطر. اوه لا لا بقى ياخدوا ايه؟ لا لا يعني يروح يفطروا بقى ونقعد بره بقى. يا سلام حاجة اولى لا جدا، اللي هو احنا نقعد بقى نتكلم احنا جبنا ايه، مين بيتكلم انجلش ومين بيتكلم عربي مع اولاده. طبعا لان دي حاجة يعني بيوند كاتيجوريز يعني مستويات. احنا مش هن يعني انت بتتكلمي ايه؟ لا مش تفطري معانا. انت بتتكلمي اوكي انت ممكن تيجي تفطري كده. بتفطري ايه؟ ايه نوع الفطار اللي بتفطريه؟ يعني حسب. هنتقابل في الكافيه الفلاني. انت اوكي لقيتها عملت ابروف على كافيه مش قد كده، لا مش احنا هنغير المكان عارفه. فهم دول عالم تاني خالص بقى غير توترهم. يعني نفسي يهدوا بليز. انا عايزه اقول لكم يعني الدنيا مش مستاهله والله العظيم يعني، ولا السلك الدبلوماسي مستنيهم كلهم ولا احنا اي حاجه. فاهدوا عشان نفسك، لان انا خايفه على شعرك وبشرتك وكده. انا مش خايفه عليه خالص. طب ولما بنوصل للوست اند فاوند؟ هو دايما هو اسمه لوست اند فاوند، بس هو دايما لوست مش فاوند خالص. مهما كتبنا على الووتر بوتل، مهما كتبنا على الشنطه، الجواكت انا عندي مشكله عنيفه مع الجواكت. هو يروح بالجاكيت الصبح طفل قلع انتهى. نفسي اعرف بيروحوا في ايه بيتبخروا
يعني هو دايما كده لوست اند فاوند، بس هو مش فاوند هو خلاص، هو لوست بس، هو خلاص راح مع الربيع بقى، اللي راح بقى وخلاص، اللي راح راح، اللي راح راح نجيب تاني. فانا بقيت اقول لهم ايه يعني، ده نصيحه برده، اقول له انت الجاكيت بتاعك مسؤوليتك، هتبرد بكره مش هشتري تاني، انا مش هشتري تاني، حطه في شنطتك يا حبيبي، فحطه في شنطتك او قضي بقيه الشتاء وانت سقعان، انا مش مشكلتي، قضي بقيه الشتاء وانت من غير، او بقيه السنه من غير بوتل، انا مش هشتري يعني. بحمله مسؤوليه نفسه، لان مش هينفع يعني، لان العيال بتبقى مستهتره قوي اليومين دول، ومش مدركين، مش مدركين احنا بندفع ايه، مش مدركين مش مدركين اقسم بالله. انا هحط له يافطه، وانا ما بحبش المن، بس بضطر من ده، بقى نفسي ابقى امي رقيقه وكده، بس بحاول، احنا في اوضاع لا تسمح، بحاول بس مش بقدر، مش دايما ببقى قادر، مش قادر، قلبي مش مطوعني خالص، مش قادره ابقى معاهم لذيذه يعني، معلش يا ريم. ايوه الباص بقى، والله يعني الـ انا بسبب موضوع الباص ده اخدت شقه جنب مدرسه الولاد عشان يروح مش، لان حواراته مش طبيعيه. احنا بندفع الباص بارقام دلوقتي كبيره جدا، بس كل ده ولا الهوا. الجديد بقى يعني مع الباص المشرفه والسواق، عادي جدا ان هي تنزل لك ابنك على طريق ويعدي لو انت مش شاي بالياسمين، شاي بالتفاح، الحاجات دي، او مفيش الكلام ده، ابنك هيعدي. ايه ده اتخبط، اني اسف شكرا، فكرته هيعدي عادي. طب ده عيل عنده مثلا 7-8 سنين، يعني هيعدي ازاي طريق سريع؟ تقولي لا ما اقدرش، والله ما اقدرش، ما اقدرش، ما اقدرش، عندنا حاجات ما اقدرش نعدي، ومعانا اولاد كتير، تعدي الصبح مثلا وما ترنلكيش وتمشي، لا انت ميعادك كان جه، اتاخرتي دقيقه وربع همشي. فانت لازم تبقي يعني انت مصاحباها، مش مجرد مراضياها، انت هي صدقت انت تمشي. انا اصلا اقول لهم شكرا يا جماعه، دي انت تمشي، انا مش. او وقت الشتاء بالذات لما كنا في اسكندريه، او الناس اللي بيبقى حصل عندها شتاء جامد او كده، تقول لك ايه انا ما جيتش النهارده، ما خرجناش من... ليه حبيبتي؟ ما المدرسه قالت يعني اوبشنال، ممكن نوديهم. لا لا لا، وانت هتنزلي ابنك في البرد؟ ده انا ما توقعتش، عارفه تأنيب الضمير بقى، انا قلت ان انت ما عرفش ان انت كده كمان، تحسي انت عايزه تعتذري؟ لا انا امك كويسه والله، انا مش كده، عارفه انا بس عندي شغل، تحسي انت عايزه يعني، عارفه لا بصي لك نظره مش كويسه خالص، انت ام قلبك قاسي يا وحشه يا ريم، يا وحشه قوي، وحشه جدا، وحشه بزياده يعني. معلش يا ده الباص واللي بيحصل لنا. الحقيقه التنمر هو موجود من زمان يعني، موجود من على ايامنا، حد بيتنمر عليا وانا بتنمر عليهم، ما فيش حد احسن مني، انا على طول اللي يقول لي حاجه بنقول له. الفكره دلوقتي ان الموضوع بيتطور، ما بعدش شكل، وما عادش ستايل، وما عادش كل الكلام ده، كل الكلام ده بيحصل. فبنعلم ولادنا ان هم يردوا يعني دايما، يعني اللي ضربك اضربه، بس انا ما بعملش كده. احنا هنقول للمس وهنبلغ وهنعمل، بس في الاخر لو ما حدش خد حاجه مثلا، لا انا خد حقك بقى، طالما هو يعني حد بيعتدي عليك بالكلام او باي حاجه، هنبلغ مره واثنين وثلاثه، ما لقيناش رد فعل احنا خلاص انا مش هفضل اقهر ابني. الفكره وقتي ان التنمر بقى زي ما كنت بقول لك كده، على موضوع مثلا الام بتتكلم ازاي، مامتك انت بتتكلموا عربي في المدرسه ولا لا؟ اوه تخيلي يا مامي، واحد جت كان حادثه شهيره يعني، ان هو بيقول على الزمزميه يا خراشي، وانا ابني ما ينفعش يسمع الكلام ده، اسمع فلاسك، تعمل لنا كده، تعملي كده ليه؟ في حاجه يعني ما تعملي كده، اسمعي ليه بتترجي كده؟ ايه فلاسك؟ اسمها زمزميه عادي، اسمها ازازه ماي، مش هبعت معاها زمزميه، هبعت معاها كل يوم ازازه اصلا ويفتحها ويشرب، انت مالك؟ يعني انا مش حبش ابني يسمع الالفاظ دي. فانا قلت لها لا 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 لا، خطوط حمراء وخطوط صفراء كده، الفاظ ايه؟ هو الزمزميه بقت الفاظ دلوقتي يعني؟ لا لا، انا ما اقدرش ابني يسمع الحاجات دي. فالعيال بقت بتاخد من بعضها، يروح مثلا بياخد من الام، طبعا الام بتبقى رافضه ان هو يتكلم عربي خالص مثلا مع زمايله، او يقعد يبصوا الاكل، ايه ده انت جايب ده بس، عارفه نظره فقر كده. فالولا يحس يا عيني ان هو يجي يقول لي، اقول له لا على فكره انت جنبك هو بيقول لك الكلام ده، هو عنده مشكله، اللي جنبك مش قادر يجيب اللي معاك، فاحنا بنحاول نجيب على يعني انت ما بتروح البيت هتاكل كل اللي انت عايزه، ليه ناخد حاجات، وناخد حاجات غاليه اوفر لدرجه ان احنا قلت لا الشنطه اصلها يعني حاسه ان هي مضروبه كده، او مش كوبي الشنطه بتاعت الولد اللي واخدها المدرسه كوبي، قلت لها اقسم بالله لا لازم تبقى براند، جايباها من على الرصيف ده، حتى مش كوبي ده، ما حصلتش. انت مالك؟ مش قادره ابنك يشوف المناظر دي، هاتي لي شنطه، او ابصي يا زينب بك حاجات، انا مش ماشيه غير بالشنطه، على هاتي لي شنطه، انت صح وانا غلط، هاتي لي شنطه، انا مش متضايقه، لازم نحمي ابنك من التضرر اللي حصل، بالظبط لازم احمي ابني. فيا ريت الامهات تهدى كده، تهدى ربنا يهدينا كلنا يا رب.
عظيم. بص، من التنمر وحكايات ريم اللي هي كلها واقعيه على فكره، يعني حتى لو كانت يعني بنبتسم واحنا بنسمعها زي ما بيقولوا كده، يعني هم يضحك وهم يبكي، لكن المدارس بتتعامل ازاي مع ده يا ريم؟ ده هو السؤال. خليكي معايا، خلينا نسمع وجهات نظر مش بس القائمين على اداره المدارس، لكن كمان صوت مش ماميز، بابيز. احنا معانا الاستاذ سيد وكيل واحده من المدارس الخاصه. استاذ سيد، اهلا بحضرتك معانا في حديث القاهره. أنا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. أكيد أنت سمعت الاستعراض الخاص اللي قدمته لنا دلوقتي الأستاذة ريم، ولا حقيقة يعني حتى لو بنضحك عليها. أولا يعني فعلا كل متطلبات المدارس دي هبتدي من السبلايز وغيرها، دي حاجات بيستخدمها الولاد في المدرسة؟ أكيد طبعا، من كلها؟ أول يوم. طبعا من أول يوم. والماركة بتاعتها بتفرق؟ لا طبعا، ماركة ما بتفرقش طبعا. إزاي يعني؟ يعني مش شرط ان انا مثلا اجيب لابني ماركه عاليه جدا وزميله اللي جنبه يبقى ماركه بسيطه، لا اي ماركه كله عادي مش مشكله. طب اساليه بقى يا ريم، ليه اربعات والخمسات والستات اللي بتبقى مكتوبه في الليسته اللي احنا بنترجمها لي؟ يعني معاك الاستاذ. في اخر السنه بنلاقي ان هم يعني انا عشان ولادي لما كبروا بقى فبقوا يقولوا لي احنا ما استخدمناش كل الحاجات دي، يعني احنا استخدمنا مثلا اقل من نصها والباقي بتبقى في بوكس كبير وكل المدرسه بتاخد من كله. فعلشان كده كنت بقول حتى اللي بيجيب ماركه زي اللي ما بيجيبش، هو كله بيتحط في بوكس ومفيش اسامي، يعني هو الالوان كلها على بعض، ده كله على بعض ويبداوا يوزعوا على الاولاد، مش لازم كل حاجه تبقى بتاعت حد. وده مش مدرستي انا بس، ده كذا مدرسه من ومختلف المستويات، نفس الشكوى، نفس الكلام، نفس الحاجه، ان احنا مش بنستعمل كل حاجه. ده اولا. تاني حاجه ان كله بيبقى مع بعضه. تنصح ايه بقى الامهات المتضررات من الحته بتاعت السبلايز دي والحاجات بتاعت المدرسه؟ تقول لهم ايه بس عشان يخفف عليهم والاوضاع الاقتصاديه بتاعت الناس كلها يعني يا استاذ سيد؟ صدقيني يعني اي مدرسه برضه بتراعي الموضوع ده، يعني احنا عندنا في مدرستنا مثلا مراعين جدا الحاله الاقتصاديه وظروف الامهات وظروف الابهات، لان في الاول وفي الاخر احنا كلنا اولياء امور. ده كان في يعني كان في مش عايز اقول لك جروبات اتعملت مخصوص علشان السبلايز في الايام اللي فاتت دي قبل المدرسه بالزبط. من كتر ما هي كتير برضه. تدريب وحضرتك يعني احنا عن نفسنا كده عندنا في المدرسه يعني يدوبك نطلب الحاجه فعلا دي هنستخدمها فعلا، يعني عمرنا ما ضربنا حاجه زياده ونطلب الحاجه فعلا هنستخدمها. مدارس مدارس فعلا احنا مش بنفهمها كمان، احنا عندنا احنا نفسنا نفهمها ساعات ما بنبقاش فاهمينها، او احنا انتوا ممكن تجيبوها وتحاسبوا. طب ليه مش بتجيبوها بحاجات معقوله وتحاسبونا عليها عادي؟ ما احنا بتاخدوا مصاريف كتير برضه. ولي الامر لو حضرتك قلت له كده هيقول لك لا ازاي بقى، يعني ايه هجيب لي حاجات مش عارف بكام وبكام وبكام؟ لا بسيبها حاجه خاصه ولي الامر، هو حر بقى يجيب حاجه لي حاجه رخيصه حسب امكانياته هو. ها يعني تمام، يعني لو حد اشترت الماركات نقول له لا مالكش علاقه بالماركه انا هجيب لك الحاجات. بنجيب صابون ليه؟ احنا بنجيب صابون ومناديل ليه؟ شايف البلاء بنجيبهم بجد؟ ليه بنجيب صابون ومناديل؟ اساس طبعا، اساس طبعا. ايه طب ليه المدرسه ما بتجيبهاش؟ ما هي بتاخد مصاريف المدرسه، مش ممكن تكون مش هتجيب ادوات النظافه؟ أيوة والحمامات. يعني ليه تديني احنا مش بنتكلم على مدرستك على فكره يا استاذ سيد، حضرتك معانا اسم فقط حتى من غير اسم المدرسه ومن غير الرقم الاسمي. انا مش عايز اقول، مش عايز اقول يعني ليه بيجيبوا الحاجات دي؟ ليه المدرسه فعليا مش بتتحمل تكاليف الحاجات دي بتاعه النظافه اللي موجوده في الحمامات؟ حضرتك قلت كده ولي الامر هيقول لك ايه؟ لا ازاي الحاجه دي غاليه، الحاجه دي رخيصه، لا انا سيبها حاجه خاصه ولي الامر. لا لا احنا مش عايزين نجيب الصابون، احنا مش عايزين نجيبه بس. الصابون ده الصابون والمناديل والحاجات دي ليه بنجيبها؟ قال لك الصابون اساسي يا استاذ. برضه اسئله اذا كان انا ما كنتش اعرف. طب استنى استاذ سيد. اتفضلي يا فندم. استاذ سيد ممكن اعرف اذا كان في من الاداريين بتوع المدرسه بيدخلوا على جروبات الماميز ولا عندهم فكره فعلا عن اللي بيحصل؟ لان احنا سمعنا ان في اشخاص بتبقى موجوده جوه بتنقل كل حاجه للمدارس. حقيقي صدقيني على فكره هتلاقي معظم الكلام ده كله نظام السوشيال ميديا، يعني حضرتك عارفاها وعامله ازاي دلوقتي. يعني؟ يعني بمعنى ان فعلا في اول ما بيخش يقول لك ايه، يعني يقول لك لا الحاجات دي بتتيح ولا ما فيش الكلام ده خالص. اي مدرسه تطلب الحاجات بالظبط دي هتتم بس. لا احنا دخلنا دلوقتي في جروبات الماميز والمشاكل اللي بتحصل مع الولاد، ايه الحاجات اللي ضاعت اللي ما بنلاقيهاش بعد كده والامتحانات والاوراق؟ يعني انتوا ليكوا تدخل مع جروبات الماميز اللي هي اللي بتعملها الامهات على الواتساب؟ طبعا على الاتصال على طول مع الاهالي على طول، على طول عاملين جروبات خاصه، يعني من اول صاحب مدرسه ومدير المدرسه بيتابع اول باول اي تعليم من ولي الامر، والناس هو يرد نفسه دايما، يعني مش مثلا انا كان قصدي على العصفوره. على العصفوره دايما، في عصفوره دايما متاكد يعني. طيب. عارفه استاذ سعيد في عصفوره انتوا بتحطوا عصفوره يا استاذ سعيد على فكره في الجروبات؟ احنا عندنا ما شاء الله يعني مدير المدرسه واداره المدرسه كلها متابعه شخصيه بينهم مع ولي الامر.
على الجروبات. والله انتوا مدرسه مثاليه يا استاذ سيد. انا بعد ما اخلص الفقره هاخد اسم المدرسه على فكره. يا ريت حضرتك. سؤال تاني. انا دلوقتي مش عاوز اقول اسم المدرسه. استنى سؤال تاني يا استاذ سيد. ايه اللي عايز تقوله للامهات اللي بصراحه يعني بامانه انا هقولها بالجمله المصريه العاديه طالع عينيهم من قبل ما يدخلوا اولادهم المدرسه وبعد كده يودوا الولاد ويجيبوا الولاد واللانش بوكس والمذاكره والامتحانات وهلم جرى يعني تحب تقول لهم ايه الامهات دول؟ وهي معانا واحده من الامهات اللي ودت ابنها امبارح. وديته خلاص الحمد لله. اتفضل قول. عليك قلت لي وديته خلاص يعني حاجه مزعجه انك وديتيه. ايوه ودت الولد خلاص الحمد لله. خلاص بقت على الاسفلت. تقول لهم ايه بقى؟ ايه الرساله اللي تديها للامهات؟ اهم حاجه بس ان احنا يعني نساهم الطفل كده ورايح المدرسه ان حضرتك هتتعامل مع مدرسه هي مامتك الثانيه. المدرس هو باباك الثاني. لازم الهدوء جوه الفصل، التركيز مع المدرس، طريقة التعامل مع زمايلك. لا الأمهات بقى، احنا عايزين الكلام للأمهات، الطلبة أنتوا هتقولوا لهم في المدرسة. بالظبط. تقولوا إيه للأمهات بقى؟ أتمنى بقى من أول الأمور يعني إن يكون في تفاهم برضه مع المدرسين. المدرسين دول بشر. ويتعاملوا مش مع واحدة أو اتنين، بيتعاملوا مع عدد كبير من الطلبة. وتأكدوا إن المدرس بيتعامل مع الولاد دول كأنهم ولاده بالظبط. مفيش خلاف بينه وبين ولاده اللي هم اللي في البيت عنده. فأرجوهم يعني بعد إذنهم كده يبقى في تواصل وتفاهم وصبر شويه مع المدرسين. اوكي شكرا استاذ سيد. انت جالك الشكوى، انا سؤال شخصي بقى، انا الحمد لله ابني دلوقتي خلص المراحل دي، يعني الحمد لله بقى يعني عدينا ال 20 سنه ثالثه جامعه ما شاء الله. بس كانت ازمتي الوحيده ان كل ما يبعت لي المدرسين يبقى بيشتكوا من الولد، الولد مش فاهم، الولد مش متجاوب، الولد لدرجه ان طول الوقت كنت متخيله ان لازم اعرض ابني على دكتور نفسي. انت بيحصل معاكي كده؟ انا جه ابني بس هو الكبير مش صغير. جاء حد قالت لي ايه احنا عندنا مشكله فظيحه وكل شويه استدعاء استدعاء استدعاء. طيب خير إيه اصل هو مش بيسمع الكلام وبيتحرك كتير. قلت لها هو عندي بيسمع الكلام يعني مش شايفه مشكله. قالت لي قلت لها لو هو عندي بيسمع الكلام يبقى المشكله عندك. يعني انا اكيد بقول له اسمع الكلام عندي واسمع الكلام في المدرسه. لو اللي هو ما بيسمعش الكلام مشكله في المدرسه، ما ينفعش تشتكي لي، المفروض هي حد تربوي. فالمشكله مش يعني انا بقول له والله انا بوجهه وبقوم وكل حاجه وبعاقب وكده، بس اكتر من كده هو عندك انت محتاجه حد شخصيه اكتر شويه ان هو يقدر يسيطر عليه. ما قابلتكيش ليه ايامها يعني؟ والولاد بقى لما بيجي شكوى كتير من المامز وحس الدنيا صعبه حتى لو مش معودي اقول لهم يا جماعه اهدوا، سيبوا الولاد تتفاعل مع بعض، مش كل ما يحصل حاجه انتوا تروحوا تتدخلوا. احنا فين هم بقى كده؟ سيبوهم. يعني انا لما كنت بسيب ولادي لا بنتي بتيجي هي عارفه انا عملت كذا وخدت حقي في كذا، يعني بتكون شخصيه مش لازم كل حاجه انا ايه بنتك قالت لي بنتي بخ بنتك شدت شعر ليه ده احنا قاعدين قالت لها ان الاكل بتاعك مش حلو. والله حصلت ما ينفعش كده يا جماعه، ما ينفعش كده يا جماعه ما بتقول لها اكلك مش حلو قلت لها انت مالك ونقطه الموضوع خلص، ولا هتخش تكتبي على الجروب ولا هتصدعي نفسك ولا تصدعينا. لا هم مش كده بقى خالص، كل حاجه بيتدخلوا. انا نفسي يهدوا والله. عارفه انا بشوفهم شعر بقى بيقع كتير، يعني شعرهم بيقع بشرتهم بتعجز ليه لان احنا واخدين كل حاجه على صدرنا. انت مبسوطه قوي يعني هتلاقي حياتك برده فيها مشاكل، خلي مع جوزك يلا. قولي لهم بقى اخر رساله ليكي يا ريم. قولي للامهات دلوقتي اخر رساله ليكي واحنا بنتكلم. انا عايزاكم بجد يعني تهدوا والدنيا مش مستاهله، وخلوا الولاد تعتمد على نفسها في حاجات كتير قوي، بلاش يعني جورش كده في كل حاجه. هيبقوا هم مش عارفين يفكروا حتى ومش عارفين ياخدوا قرار. مش كل ما حد يشتكي تروحوا تشوفي امامه فلان امامه علان وتعملي مشكله، لا سيبيها تفاعل، سيبي يعني احنا زمان كنا في مدارس الحكومه وكده كانت الدنيا مش كده، او حتى في المدارس الخاصه البسيطه زمان وكان بياخد حقه. ما كانش في مدارس خاصه زمان، ما كانش فيه. انا كنت حكومه لحد ما وانا كمان لحد ما خلصت جامعه اصلا وانا برضو فكلنا كنا بنعرف نتعامل وناخد حقنا ومش عارفه ايه. دلوقتي العيال فرافير اكتر من اللازم، يعني فرافير وقلت الادب في نفس الوقت على فكره. من اللي هم بيشوفوه على السوشيال يعني لا يعني صعب. فخليه ياخد حقه وسيب وانت اهدي والله العظيم. يعني احنا لما نهدى حياتنا كلها تبقى احسن وهنعرف نركز معاهم اكتر. ومش من الاول ده ما ذاكرش ده ما حفظش. انا ابني كنت اقول له مثلا بطه بحرف ايه يقول لي سين، اقول له خلاص يا حبيبي طالما انت شايفه سين مش هضايقك. ما هو كلنا ما هو انت عرفتي كنت ما انت عرفتي تعلمي اهو خدتي ايه عادي هيكتب السين والصاد. صحتك مرارتك يا ماما، صحتك يا حبيبتي، بشرتك يعني ريم العقاده. انا بشكرك قوي على قد السهل الممتلئ اللي بتقدميه، لكن بتمتعينا بكل حاجه بتقدميها فعلا. شكرا جزيلا ليكي. يعني واحده من الامهات اللي زينا شبهنا كده ريم العقاد كانت ضيفه فقرتنا ده، والمدارس والاستعدادات للمدارس وفاصل وبورصه الكلام. وزميلنا العزيز خالد البرماوي في انتظاركم.